الصدق والوضوح مع الشعب يتطلب الاستعداد للتضحية ودفع الثمن، وسنتبعه ويتبعه الشعب الكويتي لأجل كل مطلب سياسي مستحق يحقق الإصلاح المنشود. وكما أن الثقة المفرطة بالحكومة والرهان عليها لتحقيق الإصلاح المنشود بمعزل عن أغلبية نواب المجلس وبدون برامج واضح وبسقف زمني محدد ستؤدي إلى نتائج عكسية تعزز حالة الإحباط وتفقد ثقة الأمة في ممثلنا، وهذا أخطر دور وأخطر وضع. أن الأمة تفقد الثقة في ممثلينها، وإلا يرون هالممثلين كل يبحث عن مصلحته وكل يبحث عن أمره ولا شأن له بأي إصلاحات.